السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، شلونكم شباب؟ معكم اسماعيل السعدي، واليوم جايبلكم شغلة كلش تحبوها. عذروا شنو هسه وقف المقطع، كتبوا التعليقات وعذروا شنو الشغلة جايبلكم اياها. طبعا اليوم جبتلكم وطلبت من النت شغلة، جتني شغلة حلوة كلش حلوة، واليوم ان شاء الله معاكم اسوي لها انبوكسينج. طبعا هاي اليد صار لي هواي انتظرها، بس تشوفون شنو. مو ذا، لا تخافون مو ذا. اوه يد، جبت يد جوستيك للبلاي 3. بعد طبعا هاي اليد راح تخليني ارتاح، راح تريحني حيل. كان عندي تشوفون مثل هاي اليد، اذا تشوفوها هذه كانت شاقتها طيز شيك، ما تستخدم بالقوات انداس الدقمه بالقوات، يقول مو دقمه معصيت عصي الدقم. هسه راح تخليني هسه صار تقريبا عند يدتي، هاي الاصليه مال جهاز وجبت وحده قبل اني بس انكسرت. هسه ان شاء الله تعلمك اسوي لها انبوكسنج، ويا طبعا على البلوك هاي وايرلس سكينه. ما عندنا سكينه، جيب افتحها. جيب خليني اشوف بالمس، والله عندنا سكينه، ما اعتقد عندنا سكينه الا هاليد مطيعه. سكينه ما نبيبي، مو انا ضامن سكينه ما نبيبي. جيب خل افتحها، حط دعاب ولا ما حطي بعد بش افتحها. يا الله اشتري يده بخمسين بعشرين الف وستين ما عندنا. والله فائز يا صور حبيبي، صور هذا خلي المتابعين يشوفون زين. صور عدل صورني كني، صورني كني. معروف هذا اسماعيل مطيع. يا مطيع لك، مو مطيع وطيع مطيع. هذه الوقت شين أصليه. والله بقى أسوي بقى شعرة. خبر إسماعيل. عايز في العيد في العالي يد. شوف الجرح، شوف الجرح تباع باعوا. طلع دمك ويلي، شنو هاي جرحتني؟ بغى انجرحت. ليش لا ابو موت كتابات العربيه مشون كراشه. اشوف هاي اخيرا مثل ما تشوفون. الله هنا لك، شايف اليد مال الزقاء شلون هيك؟ شايف اليد مال الزقاء شلون هيك؟ اقول لك انت شايف اليد. خلنا عب زوجي مسارعة، خلنا عب زوجي مسارعة. ممكن ما تشتغل، ممكن تشتغل، ممكن ما تشتغل. طبعا شباب مثل ما تشوفون هذه اليد اشتغلت. مو قال لا تحط الزمزم الشاحن. صورني خلينا نشوف. انا صور حبيبي، انت تعرف تصور ولا ما تعرف؟ شو ما تعرف تصور؟ شو ما تعرف تصور فايز؟ اعرف. شباب اوقفوا كتبوا بالتعليقات يعرف يصور فايز لو ما يعرف، انت قولوا لي التصوير شلون اذا ما يعرف عن بعد ما اخليه يصور. بعد ما تخلي اطول غرفك، ما خليك تطول غرفة. شوف المتابعين شو يقولون، بلكي تشتغل. يا الله قال الا تحطوها وين؟ قال لا تحطها على الشحن يا ولد، ما يصير تلعب بها. بلا عاد شلون اشتغلت؟ ما اعرف. اديتي هون. اي تفضل. طبعا هي تقدر تحط فيه. شقتي جبتها فيني تحرق النار. قاعد اصور عليك. قاعد اصور عليك. طبعا اليد جبتها من مكان راح اشوف انها مكتوب اسم هنا، هذا الموقع. حط
طب راسك.